السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأخبار من عاصمة الخبر، أهلا بكم. يتوجه اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في جولة بالمنطقة تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية ضمن جهود أمريكية لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد بلينكين في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر أن جولته الرابعة إلى المنطقة تؤكد التزام بلاده بتعميق العلاقات الثنائية والروابط بين الشعوب وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. قال رئيس الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى من أجل التصدي للهجمات الروسية على المدن الأوكرانية والمدنيين. وقال زيلينسكي في خطاب مصور إن أوكرانيا تحتاج أنظمة صاروخية تكتيكية طويلة المدى. كما أكد زيلينسكي أن كييف ستضاعف جهودها لمنع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد 2024 التي ستقام في باريس. أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملته للعودة إلى البيت الأبيض مجددا بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024. وخلال مؤتمر صحفي في ساوث كارولينا اتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بوضع الولايات المتحدة على طريق التدمير على حد قوله. وانتقد سياسات بايدن الخاصة بالحدود معتبرا أنها تضع البلاد أمام مخاطر وتهديدات. وحذر الرئيس السابق من تغيير مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة على غرار ما حدث في 2020 في إشارة إلى ادعاءاته بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن. يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في أرمينيا برئيس البلاد ورئيس الوزراء. وقالت الرئاسة المصرية إنه من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان الرئيس المصري قد وصل إلى مدينة يريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا. أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اكتمال التجهيزات لإجراء الجولة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس النواب اليوم. وأعلنت الهيئة أن الاقتراع يجرى في 131 دائرة انتخابية داخل تونس، ويتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 امرأة. ودعت الهيئة التونسيين إلى المشاركة المكثفة في التصويت في مختلف أنحاء البلاد. قالت وسائل إعلامية محلية في بيرو إن 24 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في شمال البلاد بعد أن سقطت حافلة تقل 60 راكبا من منحدر جبلي. وأكدت وكالة الإشراف على النقل في بيرو سوتران وقوع الحادث في بيان دون أن تذكر عدد القتلى أو المصابين. وتعد حوادث الطرق شائعة نسبيا في بيرو، ففي عام 2021 توفي 29 شخصا عندما سقطت حافلة على طريق سريع من أحد الجبال. نهاية الموجز، شكرا لكم. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكن تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.